السلام عليكم. في الفيديو ده هنوريكم طريقة ازاي نصلح الكمامة لو اتقطعت عشان نقدر نلبسها تاني لو احنا في اي مكان وحصل لنا الموقف ده. طبعا انا عارف ان الكمامة رخيصة، ممكن اي حد يشتريها بسهولة يعني، بس ممكن تكون انت في مكان مفهوش حد بيبيع كمامة وانت محتاج تعملها بسرعة وتصلحها ضروري علشان تخش مكان معين ويدخلش الا بكمامه او ليس من الاسباب، وانت مفيش وقت ان انت تروح تشتري كمامه او مفيش حد تشتري منه كمامه في الوقت الحالي. ايه اللي ممكن تعمله لو الكمامه اتقطعت معاك بالمنظر ده؟ اولا هو في طريقتين، وشوف انت الاني الانسب بالنسبه لك. الطريقه الاولى ان انا هاجي من الحته اللي اتقطعت فيها من الجزء ده الركن ده اخرم خرم باي حاجه مدببه، ممكن بقى اي حاجة في جيبك، سنار رفيع او حتى مفتاح رفيع شوية، او حتى ممكن بسنانك تعمل خرم بالمنظر اللي انا هعمله دلوقتي مثلا كده. خرم بحيث يكفي ان انت تقدر تدخل الطرف اللي اتقطع ده منه، تمام، وتدخله منه، ادخله بالعكس احسن علشان الربطة تبقى من ورا، تمام. فدخلناه في الخرم بالمنظر ده. بعد كده هنيجي من هنا بقى نربط من الناحية التانية دي كده، نربط ربطتين عشان تمسك كويس. الربطة الاولى او ربطة واحدة كفاية، مش هتفرق اي حاجة، ربطة واحدة او لو مش ماسكة كويس ممكن تربط ربطة كمان، بس كده تقدر تلبس الكمامة عادي جدا غير اي مشكلة. طيب في طريقة تانية لو انت مش عايز تعمل الخرم ده، الطريقة التانية بكل بساطة، عندك الكمامة مقطوعة كده من الناحية دي، بكل بساطة وتروح قاطع الناحية التانية فبقى عندك كده، وتروح جايب الكمامة كده ولابسها ورابطها حوالين راسك بالمنظر اللي هنشوفه ده. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت مش عامل، وقول لنا تحت في الكومنتس انهي طريقة احسن.